بنحط صندوق لآخر الشهر بنجيب فيه مصاري عشان نعطي للي بيحتاجين. رمضان كريم. احنا برمضان بنستنى هذا الشهر عشان نساعد ونفكر بغيرنا. كمان من احلى الاشياء برمضان صلة الرحم والتواصل مع العائلة وزيارات الاقرباء. احلى شيء برمضان اللمات الحلوة والجمعات الحلوة، جمعات العائلية. شكرا لكم على هاللفت الحلوة من تنوفا. تنوفا شركة معروفة. بعدين يا اخي رمضان بدون تنوفا ما بنفعش.